والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. باكستان زنداباد نوراني تشتي قادر بريولي جعفري نقشبندي مجددي، وهذا جايب حلاوة مال باكستان درس بابا. افتح خلي نشوف حلاوة، شنو هذا حلاوة؟ راس قلة ولا جامون ولا شنو؟ لا لا لا، هذه حلاوة. تعال يا دملخي تعلم القانون الحلاوات مثل ابو يعقوب الرفاعي. شنو اسم حلاوة هذا؟ اعطيني شيء. برفي برفي برفي. تعال من هون، تعال باللايت. برفي نمبر 1. شوف الحمد لله برفي معك. هذا مال فيه فيها شويه من الداخل وفيه ناري تكبير، فيه حليب وفيه ناري رساله ناري حيدري. هذه الحلوه الباكستاني. تعال بالنور، تعال مني. هذا برفي من الخصوص. تعال خلينا نشوف برفي. تعالوا يا شباب انتم يا صوفيين من حاش ما يجورون بابا. سيد بابا رفاعي مو راضي عليكم. هذه الحلوه الباكستانيه شنو اسمها؟ برفي. برفي شنو يعني برفي؟ حلاوه. حلاوه حلاوه. الله، ابي حلاوه. هذه الحلاوه الباكستانيه من هذه احسن من كله. الله اكبر يا علي مداد، طعمها مثل العسل ما شاء الله. شنو مكتوب مني؟ سبحان الله. حلاوه الرياسة. الله، من لاهور ولا كجلاوه ولا سلقون؟ بوري بلا. الله، بابور منطقة بوري بلا. وين عن فيصل اباد؟ فيصل اباد تقريبا 50 كيلو متر. يلا مبروك يا صوفيين. ابو خالد هذا خليه داخل بيت مشان بيت. لا يا اخي خلي ياكلون كله. افتح افتح، انا اكل بعد. مصطفى جاني رحمه دين الله كون سلام. حتى على شيء جيتي زعلان عليك؟ لا والله ما اجي. الله محمد. والله انت رفاعي ولا دعمنا، ليش ما تجي زور بابا؟ شنو السبب؟ اسم ذا نار تكبير. الله اكبر، دنيا مرقي. نار تعطي عطي عطي شباب. نار حيدري. اكل ازهار، اكل حلاوه مال باكستان زندباد. ابو احمد ابي زياره. اي والله، روح سدام. اسمك نامك ايه؟ ابو حمزه عبد اللطيف. يا علي مدد. ابو حمزه. مقامتي الله مسونا. سلام، بشارة لكم هاي. السلام عليكم، جاتكم الحلاوة يا حلاوة. تعال حلاوة اسمها شنو؟ برفي. برفي، كل واحد ياخذ واحدة مو اثنين عشان تكفي للمجاديب. هلا هلا سيدي، هلا هلا والله، هلا بالمجاديب. شكرا يا شيخ البلوش على حضورك. شكرا.